هل يجوز لمن أتى الصلاة متأخرا أن يجذب بعنف أحد المصلين من الصف الذي أمامه حتى لا يصلي منفردا، أم ينوي الصلاة وينتظر بعض القادمين؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور محمود العكازي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والصلاة والسلام على البشير النذير القائل في حديثه الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعد، فالصلاة ذات روابط ثلاثة: رباط يربط المصلي بخالقه حين يتفرغ من شواغله الدنيوية فيثني على مولاه بما هو أهله، وعندئذ تسمو نفسه وترتقي روحه. رباط آخر يربط المصلي بإمامه الذي قال عنه الرسول صلوات الله عليه وسلامه: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وأما الرباط الثالث فهو يصل المصلي بالجماعة المؤمنة التي هو لبنة في بنائها، فصار كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الله غايتهم، والنبي قدوتهم، والكعبة المشرفة قبلتهم، والقرآن دستورهم، والإسلام دينهم، والوحدة المستقيمة تجمعهم. أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ينطبق عليهم قول الحق في محكم كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هؤلاء نهتهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، وشعروا فيها بالهدوء النفسي والاطمئنان وبراحة البال، فلا يصدر منهم ما يشين أو ما يؤلم غيرهم، لأن قلوبهم مملوءة بالإيمان واستنارت بنوره وسيطر الرفق عليهم. وعلى هذا فإذا لحق بهم في صلاتهم مصل آخر عاملوه برفق، وسووا صفوفهم بحنان، وجعلوا صفوفهم متصلة متلاصقة بما لا يؤذي أحدا من المصلين، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. ويفضل اكتمال الصفوف في الصلاة وعدم انفراد واحد من المؤمنين في صف مستقل، مع ملاحظة قول الله تعالى فيهم: رحماء بينهم، ويحرم العنف لتسوية الصف. هذا، وبالله التوفيق.